طيب السبيكر اللي جاي، عايزين بس الاول نسال سؤال كده، في ايه بيعطلكم على المذاكره او في ايه بتعملوه في حياتك بيعطلكم على المذاكره؟ نسمع من الدكتور، ايه ممكن بيعطل على المذاكره؟ الموبايل. حلو، ايه تاني؟ في ايه بقى في الموبايل؟ السوشيال ميديا. طيب هو من اهم الحاجات اللي بتعطلنا فعلا على مذاكرتنا وكده هو فكره الموبايل او السوشيال ميديا والفيسبوك واليوتيوب والكلام ده. ده اللي هيكلمنا عنه مصطفى اوائل الجمهوريه برضو، هيكلمنا عن ايه؟ هيكلمنا عن ازاي الفيسبوك واليوتيوب وكده ممكن يكون ليه لازمه، يعني مش مسلسلات تركي ونقعد على اليوتيوب بس ما بنعملش حاجه غير كده، لا في حاجات مفيده ممكن نعملها على اليوتيوب وعلى فيسبوك. هنشوف فيديو مصطفى برضو. الكلام ده مش منطقي، بس هي مجرد تجربة شخصية للشخص ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبقش عليك عادي جدا يعني، بس مجرد ان انا بفتح لك حاجات تانية ممكن تستخدمها ممكن تستغلها انت ما تعرفهاش. مثلا يوتيوب، انا كنت شخص عادي باخد درس واحد بحل من كتاب واحد معظم الوقت، كنت مؤمن ان انا مش لازم اخد 70 درس في المادة، مش لازم اخد عن مدرس يحفظني ومدرس يفهمني ومدرس يديني واجب ومدرس صح الواجب فاضل مدرس يروح مكان الامتحان مثلا. فاستغليت اليوتيوب في الحكاية دي، خدت درس واحد، سمعت ناس عظيمة جدا على اليوتيوب اولهم مش من الاشخاص يعني اللي اثرت في حياتي فعليا، استاذ محمد عبد المعبود يعني. في الفيزياء اكيد يعني مش محتاج اتكلم عليه خالص. في مواد تانيه العربي مثلا استاذ اسامه عز الدين، انا في اسماعيليه مش اتيحت ليا الفرصه ان انا اخد عن الناس ديت، بس سمعتهم على اليوتيوب. دي من الحاجات اللي انا استخدمتها يعني. في الاحياء استاذ حسن محرم ممكن تعرفه برضه. كيمياء استاذ رمضان بلاد. ليه حبيت اليوتيوب اصلا؟ اليوتيوب منحني فرصه ان انا اسمع براحتي الوقت اللي انا عاوزه، اسرع، اقفل، لو المدرس ما عجبنيش السلام عليكم يعني مش بخسر حاجه خالص. بس ده حوار اليوتيوب. اكيد كنت بسمع مصطفى ياسر وانا في ثانويه عامه يعني الحمد لله. فيسبوك من الحاجات اللي ممكن لا قدر الله تنقلك نقلك لا قدر الله وحشه خالص وممكن تستغلها كويس قوي. عملت ايه على فيسبوك؟ قبل ثالثه ثانوي قفلت الحساب بتاعي القديم، فتحت حساب جديد صغير خالص
ما ضفتش عليه حاجه عشان ما اضيعش وقت. دخلت على جروبات التعليميه اللي بيقولوا عليها، كنت بسال براحتي دي، الاقي مليون واحد يجاوب. ما كنتش بحب استنى المدرس للدرس، احب حكايه السيلف ليرنينج، يعني انا ادور على حاجه. ايه تاني على فيسبوك؟ فيسبوك كان يعني في حاجه مسابقه اسمها تبع الكتب، انا خدت الاسم ان انا اقول الكتاب، يعني مش اعلان، محدش قال لي قول الكلام دوت، خدتش فلوس عشان اقول الكلام ده خالص. المسابقه تبع الكتب اسمها مندليف ونيوتن، ممكن تكونوا سمعتوا عنها. المسابقه غير موضوع المعلومات اللي فيها، غير موضوع المنافسه، توتر الوقت، عالجت بيها حاجات كتير ما كنتش بمتحن كتير في الدرس، فدي ميزه من ميزه من مميزات المسابقه. الجانب المادي، الجانب المادي كويس فيها، انا مش بتاع فلوس بس كحافز، الحمد لله في المسابقه الكبرى بس اللي هي كانت على امتحان اخر السنه الكيمياء والفيزياء بس كسبتهم، بس الحمد لله اخذت منهم 4000 جنيه. الفرق بين الرقم ده ورقم مثلا تكريم المحافظ، كنت طلعت الاول خدت من المحافظ 300 جنيه. فرق كبير قوي الحمد لله، مش على موضوع الفلوس بس ككونسبت عام يعني. ازاي تستغل النت عموما، كان في كذا موقع كنت بحب ادخلهم، موقع اسمه الخيمه اللغه العربيه، استاذ يوسف يفوه ده تقريبا، ده كان بينزل نماذج الاجابه بتاعت الوزاره للامتحانات العربي من سنه 90 لغايه النهارده. كنت بحب موضوع ان انت الاجابه النموذجيه، يعني كنت ببحث عليها، لما كنت مثلا بقفل الامتحان في الدرس بقول في حاجه غريبه يا استاذ، طب كده تمام يعني الاجابه حلوه، يقول لي انت ممتاز وكده. بس كنت انا لما اراجع تاني في البيت، انا براقص نفسي، لان انا عاوز اسعى للاحسان للاجابه النموذجيه في اغلب المواد يعني. فالموقع اللي هو اسمه الخيمه ده كان كويس جدا، عشان كده بالعربي ما بتنزلش نماذج الوزاره بتاعت الاجابه. حاجه تاني او موقع تاني اسمه قاموس المعاني، ده كان الكشف المعجم، كشف المعجم ده رخم يعني، لازم ادور على حاجه واستنى المدرس، ما كنتش بحب استنى المدرس كتير، فبروح ادور على الكشف المعجم في قاموس المعاني ده. تالت حاجه اجابات الكتب الانجليش، كنت بحب برضه انزل الاجابات احلها، احل الكتب دي لوحدي. كان مثلا المدرس ياخد في الوحده او اليونت اسبوع، انا في اول يوم بيشرح فيه جرامر مثلا، اروح قاري الكلمات، قاري نص الاستماع بسرعه جدا، واحل الوحده، عشان ده بيفضي لي وقت كتير جدا في باقي الاسبوع، المواد كتير، المواد الفيزياء الكيمياء كده، الحاجات اللي لازم اتابعها كتير. الانجلش ده كنت تقريبا بحله في الشارع، مش محتاج تركيز، دي من الاولويات يعني، مثلا ماده عاوزه تركيز فيزياء، لا احلها في البيت ما احلهاش في الشارع يعني. الانجلش ده وفرت الوقت بتاع البيت في الشارع الحمد لله يعني، كنت بحل معظم الكتب الانجليزي في الشارع الحمد لله. لازم يبقى عندك ثانوية عامة شوية مبادئ، أول مبدأ وفي حياتك عموما يعني، مش شرط ثانوية عامة، أول مبدأ الغش، مش إنك تغش يعني، مبدأ عدم الغش. أيامنا أيام 2016 كان حوار شاومينج والامتحانات بتتسرب وكده، اصحابي وبيقولوا لي يلا الامتحان نزل، خد الامتحان وكده. قلت لهم يا جماعه انا كده بعترض على اللي ربنا كاتبه لي، انا ربنا كاتب لي ان انا ذاكرت حاجه انا هدخل احل بيها، ليه الجا لكده؟ اكتر ثلاث اشخاص بكرههم هم الشخص الغشاش او اللي بيغش، الشخص اللي بيغشش هو في نفس الحوار يعني، والمراقب اللي بيبقى واقف على اللجنه اللي فيها غش، كل دول يعني حاجة مش كويسة خالص. أنت بتعترض على قدر ونصيب ربنا ليك. بس المبادئ تاني، مريم يعني قالت حاجات كتيرة جدا، صلاة، القرآن، أذكار، كل الحاجات دي حاجات أثرت فيا جدا الحمد لله يعني. زي ما حسن برضو قال، أول واحد قال ساعدوا بعض، اشرحوا لبعض،
الحاجات اللي هتشرحها لصاحبك هتثبت معاك، وده مش معناها انك مثلا تتكلم عن مذاكرتك كده اي حاجه، لا، ومش بقولك تبقى خبيث، لا، يعني وازن وما تكذبش، بس ما تتكلمش عن مذاكرتك كده بتباهي او بحاجه، عشان موضوع الحسد انا مؤمن حسد جدا الاذكار للناس اللي بتخاف من كده، يعني تبقى حل كويس. في تفاصيل صغيره كنت بعملها مره، دخلت على جروب فيس سالت على حاجه غريبه، سالت على الم، ده كان في اخر السنه قبل الامتحان شويه، الم ما بيشلطش، عارفين الم اللي هو ايه، بتحطه على الكراسه كده يروح عامل لك وقت حب. فانا كنت بسعى ان انا اقدم العشر شهور اللي انا عمال افحت نفسي فيهم باحسن حاجه ممكنه، فسالت على الم ده، طبعا ما تتخيلوش كم الزف والتريقه، يعني خلصت المنهج وفضلت شغل القلم وبقالك 12 سنه في التعليم ومش عارف القلم وكده، بس الموضوع ما احبطنيش، لقيت القلم الحمد لله. بس مش على موضوع القلم برضو، على موضوع الاحسان في الحكايه. في تفاصيل صغيره، باراجراف والتعبير، باراجراف 6 درجات، تعبير 14 درجه، اتنين مع بعض 20 درجه، 5% 5% في حاجة ما بتتذكرش أصلا، ما بتتذكرش، ولا في مدرسين بيشرحوها كتير بطريقة منظمة. لازم تتدرب على الأقل من دلوقتي في كل شهر مثلا تكتب موضوع تعبير، برضو كل شهر من 3-4 مواضيع باراجرافات، لأن مش منطقي يبقى أول موضوع تعبير وأول باراجراف تكتبه هو بتاع يوم الامتحان. إزاي؟ إزاي؟ كل حاجة ذكرتها وسايب الحاجات دي، مش منطقي خالص، وربنا أكيد مش هيساوي واحد كان بيتدرب مع واحد داخل كده ما بيقروش تعبير، لا أنا محسن، لو قالوه أو ما قالوهوش أنا محسن الحمد لله. بس كده. وفي الآخر بس في مدرس إنجلش بيقول لي يعني علي طموحك جدا، ما تقولش 100% قول 120%، لان انت لما تقول 120% لما تيجي في امتحان درس مثلا وتنقص نص درجه هتروح تفتح الكتاب عشان النص درجه اللي ضاعت منك. بس. وافتكر دايما الحديث القدسي، انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. وبس، حد استفاد من الكلام، وبالتوفيق ان شاء الله.